قصة ملهمة كتبها النجم الفرنسي كريم بنزيما، ولا يزال عبر تألقه الهائل في ملاعب كرة القدم وروح التحدي التي قادته للقمة. عشاق نبض الرياضة، في هذا الفيديو سنستعرض حياة الطفل الخجول الذي لقب باسم كوكو في صغره، وأبرز المواقف الحياتية التي مر بها والتحديات التي صنعت منه نجما استثنائيا. تابعونا. ولد كريم بنزيما، أو كما كان يلقبه أصدقاؤه كوكو، في ضاحية برونتيراليون بمدينة ليون، ثاني أكبر مدن فرنسا، في 19 ديسمبر 1987، لأبوين من أصول جزائرية. كان أبوه من أصل قبائلي وأمه من وهران، وتربى وسط عائلة ممتدة، فهو الابن السابع ضمن 8 إخوة. كانت طفولته مليئة بالتحديات في هذه الضاحية التي أصبحت مركزا للمهاجرين الأفارقة ومعروفة بفقرها وجريمتها. بدأت مسيرة بنزيما الكروية في سن مبكرة، حيث انضم إلى أكاديمية كلير فونتين لكرة القدم عندما كان في السن 9 سنوات. وتقول والدة النجم الفرنسي: كان كريم مولعا بكرة القدم منذ أن كان طفلا صغيرا، كان يلعب طيلة ساعات داخل شقتنا ويسبب ضجيجا كبيرا، فاضطررت لشراء كرة من قماش حتى يلعب قدر ما يشاء دون إحداث أي ضجيج في المنزل. لم يبذ على الطفل كريم أي نية لرسم طريق ما في عالم الرياضة، كما أن عائلته لم تكن تخطط لدفعه نحو حفر طريق له في ميادين كرة القدم، فقد بدا للجميع بما في ذلك كريم نفسه أن حبه لكرة القدم هو حب فطري مثل أي طفل في عمره. يقول اللاعب عن طفولته: حين كنت في 10 من العمر كنت أشاهد التلفزيون وأتمنى أن أكون محترفا ذات يوم، لكن لم أتخيل أن ذلك سيحصل أبدا. في كلير فونتين اكتشف كوكو شغفه بكرة القدم وموهبته فيها، وخلال مباراة لفريقه المحلي ضد أكاديمية ليون أعجب مدرب الأكاديمية بأدائه وقرروا استدعاءه للانضمام إليهم، وهكذا بدأت مسيرة كوكو في طريق النجاح الكروي. في سن 17 تم ترقية كريم إلى الفريق الأول لنادي ليون الذي كان يتصدر بطولة الدوري الفرنسي في ذلك الوقت. كان يلعب إلى جانب لاعبين مميزين مثل مالودا وأبيدال وإيسيان وسيلفا ويلتورد الذين أصبحوا لاحقا نجوما عالميين في عالم كرة القدم. لم يكن يتوقع أن باب أحد أعرق أندية كرة القدم في فرنسا سيفتح له. منذ ذلك التاريخ حمل كريم هوية جديدة، وهو القميص رقم 10 الذي لم يكن من السهل على بنزيما وهو في العمر 20 أن يثبت ذلك الرقم كتميمة يحملها مشجع الفريق. تقول تقارير صحفية أن كريم بنزيما بسبب شخصيته الهادئة والخجولة كان يتعرض للسخرية من زملائه في الفريق، لكنه واجههم في يوم ما وقال لهم: لا تضحكوا، أنا هنا لأخذ مكانتكم. وبالفعل لم يمض وقت طويل حتى أصبح المهاجم الأساسي للفريق، وبالإضافة إلى مساهمته في تحقيق بطولة الدوري الفرنسي حقق بنزيما لقب هداف الدوري لمدة 2 عامين متتاليين، وأصبح محط اهتمام أندية كبيرة ترغب في ضمه إليها. وفي ظل اعتزال زينتين زيدان أسطورة ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، بدأ الفرنسيون البحث عن خليفته، وكان بنزيما هو اللاعب الذي أحاطت به الآمال والتوقعات. كان لأصوله الجزائرية وموهبته الفطرية بالإضافة إلى تشابه جسده مع جسد زينتين زيدان تأثير كبير على الجماهير الفرنسية، حيث شعروا أنهم وجدوا خليفة زيدان بسرعة. شارك بنزيما لأول مرة مع منتخب فرنسا في عام 2007 عندما كان عمره 18 عاما، وسجل هدفا في أول مباراة لعبها، وكان قد فاز سابقا مع المنتخب الفرنسي ببطولة أوروبا تحت 17 عاما، وتم استدعاؤه للمشاركة في بطولة يورو 2008، وكانت الآمال معلقة عليه،
ومع ذلك خرج المنتخب من الدور الأول للبطولة، ولم يظهر بنزيما بمستوى مميز مما جعله عرضة للعديد من الانتقادات. وشارك كريم بنزيما في العديد من البطولات الكبرى مع المنتخب، ولعب دورا حاسما في قيادة المنتخب الفرنسي في العديد من المحافل الدولية، لكن مشكلة مع رئيس الاتحاد جعلته خارج أسوار المنتخب لسنوات عديدة. وفي عام 2019 ظهر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد السابق في فيلم وثائقي يتحدث فيه عن كريم بنزيما. قال فلورنتينو بيريز إنه في المرة الوحيدة التي سافر فيها خارج إسبانيا للتفاوض مع لاعب كانت من أجل بنزيما. وأضاف بيريز رأيت فيه مزيجا من رونالدو الظاهرة وزيدان، وأشار إلى أنه لم يستطع النهوض من مقعده سوى مرتين بسبب هدف سجله ريال مدريد، وكان أحدهما هدف بنزيما الرائع في مرمى ليون عام 2011، والآخر هدف راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2014. انتقل كريم بنزيما إلى فريق ريال مدريد الذي كان في أوج مجده، وذلك بصفقة قيمتها 35 مليون يورو. غادر كريم بنزيما فريقه أولمبيك ليون حاملا ألقابا حصدها منذ عام 2004، وهي أربع بطولات للدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسيين في العام 2006 و2007، وكأس فرنسا في موسم 2007-2008، وجائزة برافو الفرنسية التي حصل عليها في العام 2008، إضافة إلى أفضل لاعب في الدوري الفرنسي في العام ذاته. في مدريد بدأت مسيرة كريم الحقيقية مع أحد أعرق الأندية في العالم، حيث حقق العديد من البطولات وانضم إلى فريق يضم لاعبين موهوبين مثل كريستيانو رونالدو وغاريت بيل وسيرجيو راموس، وسرعان ما تألق مع أسلوب اللعب الهجومي للفريق الملكي وأصبح جزءا لا يتجزأ من هجوم ريال مدريد. خلال فترة وجوده في الريال حقق بنزيما العديد من الألقاب، حيث فاز مع الفريق في دوري أبطال أوروبا 5 مرات، ولقب الدوري الإسباني 5 مرات، وكأس الملك مرتين. طيلة قرابة 13 سنة قدم كريم بنزيما اللعب والفن والأهداف، فامتدحته الصحافة الإسبانية وكان محل إعجاب مشرف ناديه بما في ذلك زين الدين زيدان، فقد ظهرت مواهبه للعيان، فهو لاعب وسط ميدان متقدم تارة يطبخ الأهداف لزملائه، ومنهم نجم الريال غاريت بيل وكريستيانو رونالدو، حيث بات أحد أقانيم الفريق المعروف باسم البي بي سي نسبة لبنزيما وبيل وكريستيانو، وتارة أخرى يسجل الأهداف في شباك الخصوم فيهدي الفوز لفريقه ويمهده لتتويجه حين سجل مثلا هدفا انتصار الريال على فريق بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري الأبطال في عام 2014، فكان جديرا بمكافأة تمديد عقد مع النادي الملكي لسنوات طوال. في يوم الثلاثاء الموافق للسادس يونيو 2023 تعاقد اتحاد جدة مع كريم بنزيما، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الريال مدريد الإسباني نهاية مشوار اللاعب مع الفريق الملكي ليواصل كتابة التاريخ، وهذه المرة في الأراضي السعودية. إلى جانب مسيرته الكروية يتميز بنزيما بشخصيته الخاصة والعطاءات الخيرية التي يقدمها، وقد أسس بنزيما مؤسسة خيرية تحمل اسمه تعمل على دعم الأطفال المحتاجين وتوفير فرص التعليم والرياضة لهم، كما يشارك بنزيما بنشاط في العديد من المبادرات الاجتماعية والحملات الإنسانية. وعلى الرغم من النجاحات الرياضية والعطاءات الخيرية فإنه لم يخلو من الانتقادات والجدل في بعض الأحيان، تعرض لضغوط إعلامية وانتقادات من بعض الجماهير وخاصة في فترة عدم تسجيل الأهداف بانتظام، ومع ذلك استطاع بنزيما تحمل هذه الضغوط والتركيز على أدائه وتقديم أفضل ما لديه على المستطيل الأخضر. يمكن القول بشكل عام أن حياة بنزيما كانت مليئة بالإنجازات والتحديات منذ بدايته المتواضعة في أكاديمية كرة القدم إلى تألقه في نادي ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، وقصته بدون أدنى شك قصة ملهمة لكل شاب طموح يريد صناعة النجاح.